ABC français avec Manal. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on est avec zéro français. صفر فرنساوي. ما تنساش تدعمنا سبسكرايب اشتراك لايك لو الفيديو عجبك تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. On commence. نبدأ. خدنا المرة اللي فاتت لسيلاب للسيلاب اللي هي المقاطع الصوتية، وتعرفنا المرة اللي فاتت على مقطع صوتي مكون من حرفين اتنين. كان ايه هما الحرفين دول؟ كان لي فويل ولي كونسون، المتحرك والساكن. عرفنا كل حرف كونسون اما يجي وراه حرف فويل ايه الصوت اللي بيطلع منه. طيب النهارده هناخد لسيلاب المكون من تلات حروف. هناخد مقطع صوتي مكون من تلات حروف. المقطع بتاعي النهارده لو سون ش، لو سون ش. تعالوا نشوف السي اش مع بعضهم، اما بيجي وراهم حرف تاني او قبليهم حرف تاني بيبقى نطقهم عامل ازاي. لو سون ش بيطلع من صوت، الصوت ده يعني بيطلع من السي اش. هناخد دلوقتي فوكابيلير، كلمات قبليها الارتيكل انديفيني، ادوات النكره اللي احنا شرحناها. نسمع كويس. une pêche، une pêche، pêche اللي هو خوخ. une mouche، une mouche، مش يعني ذبابة. un chien، un chien. نقراهم تاني. pêche، mouche، chien. نركز بس على صوت الش وما نضايقش من بقية الأصوات اللي طالعة في الكلمة. واحدة واحدة الدنيا هتتظبط إن شاء الله. ندخل على صفحة تانية برضو ليها علاقة بلسان ش. عندي هنا ان شوفال، ان شوفال، un cheval. une vache، une vache، une vache. طبعا cheval يعني حصان، vache يعني بقرة. وبيرجع لنا ان ال un للسنجولير ماسكولين، une للسنجولير فيمينان. صفحة تانية فيها لسون ش. لو بصينا في الصفحة دي انا جايبها عشان اقول ملحوظة. لو بصينا تحت السي اش اللي فوق جنب الجمل هنلاقي فيه شكل زي ما يكون حرف اس طويل كده شوية. كل صوت في اللغة سواء اللغة الإنجليزية سواء اللغة الفرنسية ليه شكل صوتي، ليه شكل مرسوم انت اول ما عينك بتقع عليه. يعني لو اديتك الرسمة بتاعت الاس الطويلة دي اول ما تشوفها بعد ما تذاكر يعني هتعرف ان خلاص انا بقولك اكتب لي صوت اللي طالع من الشكل ده. طب الصوت اللي طالع من الشكل الاس الطويلة دي ايه؟ هو صوت الش اللي جاي من حرفين السي اش. ده اسمه description phonétique. description phonétique ايه هو description phonétique؟ هو الشكل الصوتي بتاع المقطع الصوتي، الشكل اللي بكتبه اللي بعرف اما عيني بتقع عليه ان هيطلع لي الصوت الفلاني.
طيب صورة البنوتة اللي عندنا هي رسمالك شكل بقها عامل ازاي وهي بتطلع صوت السي اش، شكله مربع تقريبا كده ش ش. طيب السي اش عندنا كمان كلمة اللي هي شامو 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 يعني جمل. عندي كمان تحت ان شابو ان شابو يعني قبعة. اخر كلمة معانا ان شو ان شو، يبقى عندي شامو شابو شو. طيب تعالوا نشوف لسون ش او حرف السي اش مع لفويل. سي اش معاهم هيبقوا شا شا، سي اش مع او هيدو شو شو، سي اش افيك اي هيدينا شي شي، سي اش افيك او هيدينا شو شو، سي اش افيك U هيدينا شو شو. وبكده احنا اتعرفنا على le son ش avec les lettres ch. مرة جاية هنتعرف على مقطع صوتي جديد. كانت معاكم مدام منال، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bonne chance، حظ سعيد.